بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأورد المصنف هنا ثلاثة أحاديث، وهي حديث ابن عباس، وحديث محمود بن لبيد، وحديث ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنهم جميعًا. وهذه الأحاديث متعلقة بما يسمى عند أهل العلم بالطلاق المجموع، والمراد بالطلاق المجموع هو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة، سواء كان طلقتين أو ثلاثا أو أكثر. وقبل الحديث عن أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، لا بد أن نبين عددا من المسائل يتضح بها خلاف أهل العلم في هذه المسألة ومحل خلافهم، ثم بعد ذلك نعرف استدلال كل قول من هذه الأقوال بهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. فأول مسألة معنا متعلقة بالطلاق المجموع، فإن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الطلاق الثلاث، وفي معناه إذا كان طلقتين، أن جمع الطلاق أن ذلك منهي عنه ومحرم، وأن صاحبه يكون مبتدعاً لأنه فعل طلاقاً بدعياً. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى من مذاهب الأئمة الأربعة جميعاً ومن غيرهم. وفي معنى قول أهل العلم أن هذا الطلاق بدعي وأن صاحبه مبتدع أمران في معنى كونه طلاقاً بدعياً. الأمر الأول، قيل إنه يسمى طلاقاً بدعياً لأنه خالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا متجه لورود الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطلاق المجموع، ومنها حديث محمود بن لبيد وغيرها من الأحاديث في الباب. ولكن يشكر على ذلك أنه كيف يكون مبتدعا أو طلاقا بدعيا مع مخالفة مطلق النهي، مع أن غيرها من المنهيات لا يسمى مخالفها مبتدعا. ولذلك الذي مشى عليه المذهب في الرواية الثانية ونص عليه الشيخ تقي الدين أنه إنما سمي هذا الطلاق طلاقاً بدعياً لأنه لم يكن قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع على صفة الآحاد فقد ذمه ونفر منه أشد التنفير. لذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يثبت أن أحداً أوقع الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن المسلمين كانوا يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وهذا النفي
من الشيخ رحمه الله تعالى يفيدنا معنى كون أن هذا الطلاق بدعيا، والأمر الثاني يفيدنا أن إيقاع هذا الطلاق لا يصح، ولذلك سيأتي استصحاب هذا النفي في كل الأحاديث التي سترد بعده بمشيئة الله جل وعلا. المسألة الثانية معنا، لابد أن نعلم أن الطلاق المجموع له صيغتان. الصيغة الأولى أن يكون الطلاق المجموع بلفظ واحد، بأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق كل الطلاق، أو أنت طالق عدد النجوم أو عدد شعرك أو نحو ذلك من الأعداد التي قد يوردها. هذا يسمى الطلاق المجموع بلفظ واحد، فلم يأتي بالطلاق إلا في لفظة واحدة أنت طالق، ثم أضاف لها وصفا يدل على استغراق الطلاق كله. النوع الثاني من الطلاق المجموع، الطلاق المجموع بألفاظ متعددة، ويشمل ذلك سواء كان في مجلس أو في مجالس. ففي مجلس أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، ثم يقول لها أنت طالق، ثم يقول لها بعد ذلك أنت طالق، ينوي به التأكيد للتأسيس، ينوي به التأسيس للتأكيد، يعني ينوي به إنشاء طلاق جديد. أو في مجالس مختلفة أن يقول لها أنت طالق، ومن الغد أنت طالق، ومن بعده أنت طالق، وهكذا. إذن المجموع يجب أن نفرق بأن له صيغتين مختلفتين. ما حكم هذا الطلاق المجموع؟ مشهور المذهب، بل هو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة جميعا، أن الطلاق المجموع بصيغتيه يقع به العدد الذي أورده المطلق. فإن قال أنت طالق ثنتين طلقت ثنتين، وإن قال أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاث طلقات، وإن زاد عن الثلاث فلا تطلق، فإنها تبين بالثلاث وما زاد لا أثر له. هذا مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، وهو أيضا مشهور المذاهب الأربعة. القول الثاني، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وانتصر لها الشيخ تقي الدين في أكثر من رسالة، وهي قول عدد من فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن فقهاء المذاهب، فقد نقل ذلك عن بعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وهذا ألف فيه بعض المعاصرين رسالة في تتبع وتسمية كل من أفتى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، أي اللفظ المجموع يقع واحدة، وهذا قال به عدد كبير من أهل العلم، لكنهم خلاف الجمهور، ليسوا في المذاهب المشهورة، أي مشهور المذاهب الأربعة. إذن الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد هي أن الطلاق المجموع بصيغتيه، أي سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، فإنه يقع طلقة واحدة. وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد في آخر عمره، فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه، أو ذكر الشيخ تقي الدين أن الإمام أحمد كان يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وأنه جائز، أي وقوعه. ثم قال الإمام أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه رجعي. قال الشيخ تقي الدين: فدل ذلك على أنه قد رجع إلى أن كل طلاق مجموع يكون واحدة. وقد ألف الشيخ تقي الدين رسالة لطيفة في تدبر آيات الطلاق، فأوجد من نحو من 20 وجها، هي 19 وجها، فأورد نحو من 20 وجها أن آيات الطلاق في كتاب الله جل وعلا تدل على أن الطلاق المجموع إنما هو طلاق رجعي، سواء كان بلفظ مجموع أو بلفظ يعني غير مجموع، فلا بد أن يكون رجعيا. وهذه إنما أورد الشيخ تقي الدين هذه الرسالة لتوضيح معنى كلام الإمام أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه رجعي، أي أنه إنما يكون رجعيا ولا يكون طلاقا باتا. إذن عرفنا الخلاف في هذه المسألة، وأنه على قولين مشهورين. أما المعمول به والذي يفتي به مشايخنا بدءا من الشيخ عبد العزيز بن باز والمفتي بعده، فإنهم يفرقون بين صيغتي الطلاق المجموع. فالمفتى به أن الطلاق المجموع إذا كان بلفظ واحد فإنما يقع طلقة واحدة، وأما إذا كان الطلاق المجموع في 3 ألفاظ، سواء كان في مجلس
أو في مجالس مختلفة فإنه يقع ثلاثا أو يقع ثنتين بحسب عدد الطلقات التي أتى بها المطلق. إذن ففرقوا بين لفظي المجموع، فإن كان مجموعا بلفظ واحد وقع واحدة، وسيأتي الاستدلال عليه بعد قليل، وإن كان في مجالس فإنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد التأسيس لا التأكيد، فإنها ثلاث ولا تقع واحدة، بخلاف لو قال أنت طالق بالثلاث فإنها تقع واحدة ولو نوى ثلاثا، فإن العبرة بذلك. لماذا استدلوا على هذا الأمر؟ قالوا لأن هناك إجماعا بين أهل العلم، إجماع لأن لا يعرف خلاف في النص على هذه المسألة، فهو إجماع ظني أن الطلاق في ثلاث مجالس مختلفة يقع ثلاث طلقات. فلو أن رجلا طلق امرأته هذا الأسبوع ثم في الأسبوع الثاني من غير رجعة طلقها طلقة ثانية ثم طلقها بعد أسبوع ثالث طلقة ثالثة فإنها تقع ثلاثا. قالوا ولا يعرف مخالف في ذلك، ولذلك قالوا إن من قال إنه لا يقع الطلاق في العدة خالف الإجماع، يقع الطلاق في العدة لأنها زوجة، حكي إجماع لأهل العلم أن الطلاق في العدة يقع. وأما قول من قال إنه لا يقع الطلاق إلا بعد رجعة الزوجة، يعني أن يرجعها زوجها ثم بعد ذلك ينشئ طلاقها، فقد أنكره بعض أهل العلم ومنهم الشيخ باز، فكان ينكر هذا القول ويقول هذا القول لم يسبق إليه من قال به. إذن عرفنا الخلاف في هذه المسألة أنه على قولين، وأن المشايخ على تفريق بين صورتين طلاق المجموع. وأما الاستدلال على هذا الطلاق فسيأتي إن شاء الله، أو على الاستدلال لكل واحد من هذين القولين فسيأتي من أحاديث الباب، لأن كل حديث من أحاديث الباب التي سنوردها استدل بها الأوائل أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. أما أصحاب القول الثالث فإنهم ينتصرون للقول الثاني، وإنما يقولون محل الإيراد ومحل الأدلة إنما هو في المجموع بلفظ واحد. وأما ما كان في مجالس متعددة فإنه يقع ثلاثا، فكذلك لو كان في مجلس واحد فإنه لا فرق بين أن يكون في مجالس وبين أن يكون في مجلس واحد. إن أذنت لي نكمل الأحاديث فقد يظهر الاستشكال بعد ذلك. أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال رواه مسلم. هذا الحديث جاء من طريق طاووس، وقد عنيت بذكر من رواه لأن الإمام أحمد أعلى هذا الحديث بالاختلاف عن ابن عباس فيه كما سأذكر بعد قليل. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على سبيل الديمومة، فكل طلاق في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر خلافة عمر كان كل طلاق ثلاث يحسب واحدة، وهذا نص صريح على هذا المعنى لا يقبل دفعا من حيث صراحة اللفظ. ثم ذكر ابن عباس بعد ذلك أن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، أي كان لهم فيه رخصة وكان لهم فيه سعة، فإن الحكم في ظاهر الحديث أن الطلاق الثلاث واحدة، فأصبح الناس يكثرون منه، مما يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان نادرا أن يقع طلاق ثلاث بلفظ واحد، فأوقعه عمر بعد ذلك أو فأمضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا، فأمضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا. هذا الحديث استدل به كل من قال بأحد القولين، أما من قال إن الطلاق المجموع يقع ثلاثا فله في هذا الحديث نظران. النظر الأول قالوا إن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فدل ذلك على أن جعل الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقا بشرط، وهذا الشرط ألا يستعجلوا فيه،
وأن لا يكثروا منه. فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث وأصبحوا يقولونه فقد اختل شرط الرخصة، فحينئذ يؤخذ بالعزيمة، والعزيمة هي إمضاء الثلاث ثلاثا. هذا طبعا إن قلنا بصحة الحديث. إذن عرفنا وجه توجيه جمهور أهل العلم لهذا الحديث من جهة أن هذا الحديث يدل على أن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رخصة حينما لم يكن الطلاق إلا قليلا، أي أنه معلق على شرط، والشرط لقلة الناس كان لهم فيه أنا، فلما أصبح الناس يستعجلون ويكثرون فقد اختل الشرط، فنرجع للعزيمة وهي إمضاء الثلاث. وقالوا لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأتي بحكم مخالف لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن عمر أرجع للحكم الأول، وما نقله ابن عباس إنما هو رخصة حينما أصبح هذا الأمر نادرا وفيه أنا. النظر الثاني لهم لهذا الحديث أن عددا من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث متكلم فيه، فضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، ومن ذلك ما نقله ابن رجب أن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث حديث شاذ مطروح، أي حديث ابن عباس أنه شاذ مطروح أي الترك. ووجه طرح الإمام أحمد أنه قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس، فإنه قد روى ستة أو سبعة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق المجموع يقع ثلاثا، فقال هناك ستة أو سبعة من أصحاب ابن عباس غير طاووس ابن كيسان نقلوا عن ابن عباس أنه يجعل الثلاث ثلاثا، فكأنه قدم رأي الراوي على ما روى في هذا الحديث، وإذاك قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس على خلاف هذا الحديث. وأحمد يعل كثيرا بقضية النكارة والشذوذ، والشذوذ عنده من هذا الباب. طيب، إذن عرفنا توجيههم لهذا الحديث. الذين قالوا إن الطلاق المجموع لا يقع إلا واحدة قالوا إن هذا الحديث صحيح، وأما ما أعل به كما أعله أحمد رحمه الله تعالى فإن فيه نظر، وذلك أن الذي نقل عن ابن عباس إنما هو رأيه، والرأي لا يصادم المروية، فإن المقدم عند أحمد رحمه الله تعالى في أصوله أن الراوي إذا خالف برأيه ما روى قدم ما روى على ما رأى، فهذا هو المناسب على أصل أحمد وأصول غالب فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المعروف أن طاووس كان يدخل على ابن عباس مع الخاصة، وأما عامة الرواة عن ابن عباس فإن ومنهم عطاء وغيره فإنما كانوا يدخلون مع العامة، ومعلوم أن الخاصة يكون لهم من العلم والحظوة وفهم الدقيق لكلام المتكلم ما لا يكون للعامة، وهذا معروف فإن طاووس كان من خاصة الناس. الأمر الثاني أنه قد جاء عن عكرمة ما يؤيد ذلك، وهو ما سيرده المصنف في الحديث الذي أورده أحمد من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في طلاق ركانة رضي الله عنه أنه طلق زوجته فعدها ثلاثا فعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فيكون ما روى عكرمة مؤيدا لما روى طاووس عن ابن عباس فيكون قد وافقه غيره. هذا الأمر الثاني. هذا ما يتعلق في قضية الحديث، وذلك الحديث أورده مسلم في الصحيح ورجاله غير متكلم بهم ولا علة له إلا ما أوردها أحمد وذكرتها قبل قليل. أما من حيث ما ذكروا أن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فإن أصحاب القول الثاني يقولون إن معنى كلام أحمد أي أنني من باب العقوبة أنزل عليهم هذا الحكم، لأنه يجوز لولي الأمر من باب السياسة الشرعية أن يثبت بعض الأحكام ولو فيما يتعلق بالزواج والطلاق من باب النفي والتحريم والمنع، وهذا يسمى من باب تقييد المباحات،
فكأنه أمضاها عليه فيكون بإمضائه هو، أي بإمضاء الحاكم من باب العقوبة، من باب العقوبة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلماء، قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها ورجعها، ونحن نعلم أن جماهير أهل العلم لا يشترطون لصحة الرجعة كما سيأتي معنا أن تعلم المرأة برجعتها، فلو أنه سكت عن إخبارها برجعتها حتى انقضت عدتها وتزوجت، ثم قال أنا قد راجعتها في العدة، وأتى بمئة يشهدون أنه قد راجعها، فنقول إن كثيرا من أهل العلم، هو الذي عليه العمل، أنه من باب العقوبة نبطل رجعته لزوجته مع أنها صحيحة في العدة وبشهود، على القول باشتراط الشهود وهو الصحيح والأحوط في الباب، ومع ذلك نقول إنه من باب العقوبة له، أي من باب السياسة الشرعية، فإنه يجوز تقييد المباح، فقد أبيحت له زوجته بالرجعة لكن نمنعه منها لأنه أدى ذلك لمخالفة أمر الله عز وجل بالإضرار بالمرأة، كما أن القاضي والحاكم يجوز له أن يطلق المرأة إذا أضر بها زوجها. ومر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز للقاضي أن يلزم بالخلع، إذا القاضي والحاكم يجوز له أحيانا من باب المعاقبة وأحيانا من باب المصلحة أن يثبت بعض الأحكام من هذا الباب. إذن فقول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات ليس من باب الشرط، أن الحكم كان معلقا بشرط فانتفى، وإنما ذلك من باب العقوبة، فوجهه العقوبة وهو السياسة الشرعية. وهذا الحديث إمضاؤه على ظاهره لا شك أنه يدل على القول الثاني، وهو أن الطلاق المجموع إنما يقع طلقة واحدة. هذا هو الحديث الأول، وعرفنا استدلال يعني القولين به جميعا. الحديث الثاني قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته ثقات. هذا الحديث رواه النسائي من طريق عبد الله بن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد، ولا شك أن هؤلاء جميعا من الثقات وهم رجال الصحيح، عبد الله بن وهب المصري المعروف الإمام، ومخرمة ابن بكير وأبوه أيضا من رواه روى عنه المسلم في الصحيح، وأما محمود بن لبيد فهو من طبقة صغار الصحابة، ولذلك عبر المصنف قال ورواته ثقات. لكن قيل إن هذا الحديث معل بعلتين، العلة الأولى أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، ولذلك يقول الإمام أحمد مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وإنما هي صحيفة، أي وجد كتاب أبيه فرواه عن أبيه مباشرة، فتكون من باب الوجادة. والعلة الثانية قالوا أن محمود بن لبيد وإن كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا إلا أنه لم يثبت سماع له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجيب عن هاتين يعني العلتين، فأما محمود بن لبيد فإنه من صغار الصحابة، والذي عليه كثير من أهل العلم فقهاء الحديث أن مراسيل الصحابة حجة، وكذلك ذكر ذلك عدد من الأصولين كما تعلمون في كتب الأصول، فمراسيل الصحابة حجة ولا ننظر للانقطاع فيها، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فنحكم باتصال الحديث، هذا واحد. أما مخرمة بن بكير فإن أعلم الناس بأبيه هو ابنه، وقد وجد كتاب أبيه مباشرة، ولم ينكر في روايته من كتاب أبيه حرف، بل إن مالك رحمه الله تعالى كان إذا أشكل عليه الشيء من رواية بكير يرجع إلى ابنه، حتى أنه قيل إن مالكا إذا قال حدثني الثقة عن بكير فإنما يقصد به مخرمة، ولم يسمه لصغر سنه ربما لمقارنته بالسن أو لأجل هذه يعني الشبهة، وهي قضية عدم روايته عن أبيه، إنما وجد كتابه. قالوا وقد روى مسلم في الصحيح عن مخرمة عن أبيه من باب المتابعة، ولذلك فإنه قد احتج بهذه الصحيفة كما احتج بغيرها من الصحائف إن قلنا بالانقطاع فيها، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إن قيل إن جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل إنه عبد الله بن عمرو فإن شعيبا لم يدركه، فعلى الحالتين هي صحيفة. وعامة المحققين من علماء الحديث كالبخاري وأحمد يعني يحتجون بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن فكونها صحيفة والذي روى عنه ثقة ومن أعلم الناس ولم ينكر عليه فيها حرف يدل على أنه يحتج بها، ولذلك فإن أقل أحوال هذا الحديث هو الحسن. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يعني لم يكن ذاك الرجل حاضرا فيما يظهر، عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا. قوله 3 تطليقات جميعا يدل على أنه طلقهن معا في مجلس واحد، أنه قال جميعا. فلو قال 3 تطليقات وسكت لاحتمل أن يكون قد طلقها 3 في 3 مجالس وقد أرجعها بعد كل طلقة، لكن قال جميعا أي في مجلس واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهذا يدل على حرمة هذا الفعل وهو الطلاق المجموع، وأنه طلاق بدعي. فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أي ألا أقتل هذا الرجل؟ هذا الحديث استدل به القائلون بأن الطلاق المجموع يقع 3، ووجه ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر إيقاع الطلاق ولم يحكم بأنه واحدة، فدل ذلك على أنه يكون واحدة، عفوا، فدل ذلك على أنه يكون 3 على ظاهره، فالأصل أنه 3. قالوا: ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ما ترتب عليه أثر، فلو لم يترتب عليه أثر فإنه سيكون خطأ في اللفظ لا أثر له، ولا يستحق هذا الغضب الذي جعل الصحابة يهمون بقتل ذلك الرجل. وقال أصحاب القول الثاني، وهي الرواية الثانية في المذهب، قالوا: بل إن هذا الحديث يدل على عكس ما ذكرت، فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وزوجته، لم يفرق بين الرجل وزوجته. قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما دام لم يفرق بينهما دل على أن الأصل بقاء الزوجية، وإنما شدد عليه وأنكر عليه لتلفظه بذلك. وعلى العموم فإن استدلال كلا القولين بأمر يومئ إليه الحديث، وليس في الحديث نص على إمضاء الطلاق ولا على تركه، وإنما كل واحد من أصحاب القولين رحمة الله على الجميع استدل به فيما يظهر، أي بظاهر الحديث عنده على رأيه. الحديث الثالث وهو من أشكل الأحاديث حقيقة، وهو حديث طلاق ركانة أو أبي ركانة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3، قد قال: قد علمت، راجعها. قال: رواه أبو داود. ثم أورد بعد ذلك لفظين بعده. هذا الحديث حديث ركانة رضي الله عنه، طبعا ركانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي، ركانة بن عبد يزيد بن هاشم، فهو ابن هاشمي وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الألفاظ أنه لما طلق المرأة المزنية وقالت فيه ما قالت، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الحمية لابن عمه فقال: راجع امرأتك. فهو ابن عمه، ولذلك يعني فيه كلام في قضية هل كان الصحابي ركانة الذي وقعت منه الواقع أم ابنه، هل هو ركانة أم أبوه أبو ركانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشير لها بعد قليل. هذا الحديث مشكل أولا من جهة الاختلاف والاضطراب في إسناده، وهو مشكل أيضا من حيث متنه، سواء من المطلق وسواء من المرأة المطلقة ما اسمها من هي، وسواء في صفة الطلاق وفيما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك يقول يعني نقل الخطابي في شرحه على سنن أبي داود أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف كل طرق حديث أبي ركانة، جميع طرق هذا الحديث ضعفها ولم يثبت أحمد منها شيئا، كذا نقل الخطابي عن الإمام أحمد، ونقل عن البخاري نحوا من ذلك من هذا الحديث. نبدأ بكل لفظ من هذه الألفاظ وما تكلم فيه وكيف استدل به أو وجهه بمعنى أصح كل من أصحاب القولين.
أول رواية المعنى قلنا حديث ابن عباس، وهذه الرواية جاءت من طريق عبد الملك بن جريج عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث وهذا الإسناد واضح أن فيه جهالة، فإن ابن جريج رواه عن مجاهيل أو غير معروفين، وهم عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف حالهم ولا يعرف منهم. ولذلك فإن أقوى علة لهذا الحديث هو جهالة من روى عنهم ابن جريج، ولذا ضعف هذا الحديث بنصه أو بإسناده ونصه جمعه منهم الخطابي، فقال إن هذا الحديث لا يصح لهذا الجهالة، وتبعه كثيرون. هذا الحديث فيه أمور: الأمر الأول أن ابن جريج، لنسمي هذا الحديث بحديث ابن جريج، وقد شهر بحديث ابن جريج. حديث ابن جريج هذا فيه أولا أنه قال طلق أبو ركانة، بينما سيأتي معنا في اللفظ الثاني وهو حديث الزبير عن أو حديث الشافعي الزبير عن عبد الله بن علي أو حديث الشافعي اللي هو سيأتي بعد قليل، أن المطلق إنما هو ركانة ابنه، وهذا هو الصواب، فإن المطلق إنما هو ركانة لا أبوه، أبو ركانة، وصوب ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. وقال بعضهم بل هي واقعتان وليست واقعة واحدة، وأغلب العلماء ومنهم أبو داود رحمه الله تعالى على أن الواقعتين واقعة واحدة. طبعا هنا قال المصنف الحافظ طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله طلق أبو ركانة أم ركانة، هذه أتى بها الحافظ من عنده أو ممن نقل عنه الكتاب بالمعنى، لأن الحافظ كما مر معنا في أكثر موضع إنما هو ينقل كثيرا من الأحاديث ليس من الكتب الستة مباشرة، وإنما ينقل بواسطة، إما من كتاب ابن دقيق العيد أو ينقل من المنتقى أو ينقل أحيانا من كتاب ابن عبد الهادي، وينقل حكمه أحيانا على بعض الألفاظ، ومر معنا أمثلة لذلك فيما سبق. هنا قوله طلق أبو ركانة أم ركانة، هذا الحقيقة من باب المعنى، إذ القصة في سنن أبي داود أن أبا ركانة تزوج امرأة من مزينة، ثم إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت أبا ركانة بأنه عنين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم كلامها بشبه أولاد أبي ركانة به، فقال هؤلاء أبناؤه وهم يشبهونه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة أن يطلق المرأة المزنية، ثم قال راجع أم ركانة وإخوانه. إذن فالأقرب في سياق الحديث أن يقال طلق أبو ركانة المرأة المزنية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد طلاقه المرأة الثانية ارجع لي أم ركانة التي طلقتها، هذا الذي يظهر من صياغة الحديث. طيب هذا الحديث فيه قال إني طلقتها ثلاثا، استدل به الجمهور وهو الرواية الأولى مشهورة في المذهب، أن أبا ركانة لما قال قد طلقتها ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت فراجعها، فإنها حينئذ تكون الثلاث بمثابة الواحدة. قالوا إن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وقد أومأ لضعفه أبو داود وضعفه الخطابي، فلا يستدل به على أنه يجوز مراجعة المرأة التي طلقت ثلاثا. إذن وجهوا هذا الحديث أولا من حيث الضعف. وجدت بعض الشراح أنهم وجهوا قالوا إن رجعة أبي ركانة إن صح الحديث لزوجه أم ركانة إنما كان بعد مدة، لأنه تزوج امرأة مزنية، فلربما كانت قد تزوجت فهدم الطلاق الأول. هذه مسألة مشهورة تسمى عند الفقهاء هدم الطلاق، يعني محي الطلاق الأول، فهدم الطلاق الثلاث الأول فيكون قد أرجعها بعد ذلك. قال قد علمت راجعها لأنها قد تزوجت، ولا أدري ما مستند من ذكر ذلك من الشراح. الرواية الثانية سدلوا بها على ظاهرها، فقال إني قد طلقتها ثلاثا فراجع، قال نعم قد علمت فراجعها، فدل ذلك على أنه إنما احتسبت واحدة. اللفظ الثاني قال وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا
فحزن عليها أي أبو ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. قال: وفي سندهما ابن إسحاق. كذا ذكر المصنف، والصواب أن يقول وفي سنده، لأن الحديث الأول ليس من طريق ابن إسحاق، وإنما هو من طريق ابن جريج، والأولى أن يقول وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال. هذا الحديث والحديث الأول الجمهور يضعفونهما ويقولون إنه لا يصح. وهذا الحديث اللفظ الثاني الذي لأحمد رواه أحمد والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أعل هذا عند الجمهور بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأنه من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق قد تكلم فيه من جهة، ومن جهة ثانية أنه شهر عنه التدليس ولم يصرح عند أحمد بالتحديث، فحينئذ يكون الحديث فيه ضعف. وأجيب عن هاتين العلتين، وهذا الذي أجاب بهما الشيخ تقي الدين، أجاب الشيخ تقي الدين بأن محمد بن إسحاق ثقة، بل هو من أهل العلم، بل إن روايته مقدمة على غيره، فإنه فقيه، وداود كذلك، وعكرمة كذلك، وهذه مسألة فقه، فتقدم رواية الفقيه على غيره، فإن محمد بن إسحاق وإن كان قد تكلم فيه لكنه وثقت روايته أحيانا، أو وثقها بعض أهل العلم واحتج بها بعض أهل العلم. وأما كونه لم يصرح بالتحديث فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في السنن الكبرى أو في السنن الكبير، لأن السنن الكبرى هو السنن الكبير، النسخة التي وجدت وطبع عنها الطبعة الأخيرة التي بخط ابن الصلاح أو عليها خط ابن الصلاح، أن الكتاب اسمه السنن الكبير، وكذا أسماه الشيخ تقي الدين باسم السنن الكبير وهو الأصح في اسمه، وإن كانت الطبعة القديمة الهندية مشهور باسم السنن الكبرى. ولذلك فإن هذا الحديث قد حكم بصحته جمع من أهل العلم منهم ابن القيم، فقد قال ابن القيم إن هذا الحديث أصح من حديث ابن جريج السابق ومن حديث نافع الذي سيليه. وقال الشيخ تقي الدين: إسناده رجاله معروفون مشهورون بالعلم، بخلاف الحديث الثاني فإن رجاله غير مشهورين بالعلم. قال: ومما يقوي العمل بهذا الحديث أن رواته قد عملوا به، فقد نقل عن عكرمة ومحمد بن إسحاق أنهم أفتوا بأن الطلاق المجموع يكون طلقة واحدة. وهناك قاعدة عند بعض العلماء أن راوي الحديث إذا عمل بالحديث فيدل على صحته عنده، ذكر هذه القاعدة أبو بكر العربي في كتاب القبس في شرحه لموطأ الإمام مالك بن أنس، فهذا يدل على أن محمد بن إسحاق صحح الحديث لأنه عمل به وأفتى بأن الثلاث المجموع يكون واحدة. إذن الجمهور ضعفوا هذا الحديث، وعرفنا علتهم الأولى وهي علة أن محمد بن إسحاق قد تفرد به وأنه تكلم فيه وأنه قد عنعنه. وأجيب عن ذلك بأن بالإجابة التي ذكرت لكم قبل قليل، هناك علة أوردها البيهقي لهذا الحديث، قال إن أغلب الرواة عن ابن عباس نقلوا عنه خلاف ذلك، يعني أتى بمثل العلة التي نقلها الإمام أحمد في الحديث الأول حديث طاووس، وهذه أيضا قد أجيب عنها قبل بأن هذه العلة لا تكون رادة للحديث. هذا الحديث هو دليل في الحقيقة للرواية الثانية، وهي رواية أن الطلاق المجموع يقع واحدة، بل هي نص عليه، فإنه قال: في مجلس واحد ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة، وهذا نص صريح. ولذلك فإن الجمهور يضعفون هذا الحديث أو هذا اللفظ، وأما أصحاب القول الثاني فإنهم يصححونه. بقي عندنا هنا مسألة في قضية أبي ركانة وركانة. هنا الحديث لفظه طلق أبو ركانة، جاء في بعض الروايات عند البيهقي في السنن أنه قال طلق ركانة، ولم يذكر أن المطلق أبوه أبو ركانة، ورجح الشيخ تقي الدين أن الصواب أن المطلق إنما هو ركانة، قال: وهو الأصوب في إسناده. الحديث الثالث أو الطريق الثالث لهذا الحديث والأخير، قال الحافظ: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة،
فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هذا الحديث رواه أبو داود من طريقين وليس من طريق واحد. الطريق الأول جاء من طريق محمد بن إدريس الشافعي الإمام عن عمه محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع ابن عجير به، أي عن ركانة. وأورده المصنف أيضا من طريق آخر من طريق الزبير عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وهو يزيد بن ركانة بأن أباه ركانة تطلق امرأته السهمية البتة إلى آخره. وقول المصنف إنه أحسن أخذها من كلام أبي داود، فإن أبا داود لما أورد هذا الحديث قال هو أصح. وقد نقل الدارقطني في العلل أن أبا داود صحح هذا الحديث، أي اللفظ الأخير هذا وهو طريق الشافعي، أنه صححه من طريق الشافعي عن نافع بن عجير، ولكن الموجود في السنن المطبوعة أنه قال إنما هو أصح. هذا الحديث بناء على تصحيحه أخذ الفقهاء أنه يجوز، أن الثلاث تقع ثلاثا. ووجه كلامهم أن ركانة قال: ما أردت بها إلا واحدة، فقوله البتة هي ثلاث، فيكون من ألفاظ الكنايات، فلو قال أردت بها ثلاثا لأوقعها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فإذا كان الثلاث توقع ثلاثا بالنية إذا كانت كنائية، فإنها إذا كانت صريحة تقع مباشرة بلا نظر إلى النية، وهذا هو دليلهم. إذن هذا الحديث صريح عندهم أنهم تقع ثلاثا. لكن هذه اللفظة في الحقيقة ضعفها أكبر الأئمة كأحمد وابن حزم والبخاري وأبو عبيد القاسم السلام وغيرهم. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركانة طلق امرأته بلفظ البتة. قال: لأن ابن إسحاق، الرواية السابقة، قال: لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، أي بلفظ الثلاث لا بلفظ البتة. هذا واحد. وذلك يقول الشيخ تقي الدين: الأئمة الأكابر كأحمد والبخاري والأسماء ذكرتها قبل قليل كلهم يضعفون هذا الحديث الذي صححه أبو داود. وقد بينوا أن هذا الحديث إنما رواه قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم ولا يعرف قوتهم، كذا نقله عنه ابن بالمجد في المقرر، نقل عن شيخ أنه قال إن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون. وعلى العموم فإن أكابر الأئمة يضعفون هذا الحديث كما نقلت لكم عن أحمد والبخاري لفظة البتة. هذا الحديث واضح أن استدلال الجمهور به واضح. وأما على الرواية الثانية فإنهم يقولون لا يصح أن يقول البتة، لا يصح مطلقا أن يكون البتة، لأنه لم يرد الجمع بالثلاث، وأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه طلق ثلاثا أي في ثلاثة مجالس لا في مجلس واحد، أنها ثلاثة مجالس لا في مجلس واحد. وأما البتة فإنه يدل على أنها في مجلس واحد. ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم بلسان أصحاب الرواية الثانية، أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد إلا في الطريق ذكرناه قبل قليل وهو السابق، طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، فإنه قال طلقه في مجلس واحد فردها واحدة من غير نظر إلى النية، فدل على أن الثلاثة في مجلس واحد سواء كان بلفظ البتة أو بلفظ الثلاث فإنها تكون واحدة. وما عدا ذلك فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل ثلاث فيه أي في ثلاثة مجالس. وعلى العموم فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور وقوي جدا، وليس يعني بالخلاف الضعيف، بل هو خلاف قوي جدا. ولا شك أن آخر رواية هي التي ذكر الشيخ تقي الدين أنها عمدة من اعتبر إيقاع الثلاث
بكلمة واحدة أنها تقع ثلاثا، عمدتهم اللفظ الأخير، ولكن عامة المحققين من أهل العلم ضعفوها كأحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم. نعم. لا، الشيخ تقي الدين لا، ما يوقع الثلاث حتى يطلق الأولى ثم يراجع ثم يطلق الثانية ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، من غير الرجعة لا تطلق. فلو طلقها اليوم وقبل انقضاء عدتها ولو يعني دقائق طلقها الثانية، الطلاق في أثناء العدة لا يقع مطلقا عنده، بل لابد أن يكون الطلاق في زوجية كاملة، أي بعد الرجعة. وأما المفتى به فيقول هذا من باب المبالغة. الشيخ لماذا أتى بهذا الرأي؟ الشيخ تقي الدين أتى بهذا الرأي لما ألزم، فقيل له إن الطلاق في العدة يقع، فلو طلقها في ثلاث مجالس مختلفة وقع، لماذا لا تقول طلقها في مجلس واحد بثلاثة ألفاظ؟ أنت طالق، أصبحت الآن في العدة، أنت طالق، ما الفرق بين أن يؤخر بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثواني أو بضعة أيام؟ فأراد أن يعني يجعل قوله مضطردا غير مختل، فقال إن الطلاق في أثناء العدة لا يقبل. هذا الذي قال المشايخ أنه لا يعرف خلاف. الشيخ بن باز قال هذه لا أعلم أحدا وفق عليها أن الطلاق في العدة يعني لا يقع، وإذاك الذي يفتي به الشيخ والمشايخ بعده أن الطلاق الثلاث بثلاثة ألفاظ يقع. دليلهم أقوى دليل لهم أن الطلاق في العدة قد انعقد الإجماع على الوقوع على وقوعه، ولا فرق بين أن يكون بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثوان أو أن يكون بينها بضعة أيام أو أسابيع أو شهور، لأن في الحالتين هي طلاق في العدة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال الحافظ: رواه الأربعة أي أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم. طبعا وقبل تصحيح الحاكم له، فقد قال الترمذي عنه إنه حسن غريب. وعندنا قاعدة في أن ما معنى قول الترمذي رحمه الله تعالى إن الحديث حسن؟ اختلف في معنى كلمة حسن عند الترمذي، فقيل إن الترمذي إذا قال الحديث إن الحديث حسن أي معناه أنه رواه ثقات والعمل عليه، قيل هذا الأمر. وقيل إن المراد بالحسن، وقد ذكر الرأي الثاني الشيخ تقي الدين في بعض رسائله، قال إن الترمذي إذا قال الحسن عند بعض أهل العلم فإنه يقصد أن الحديث روي من طريقين، وأن رجاله ثقات، روي من طريقين. لكن إذا قال حسن غريب فمعناه أنه جاء من طريق واحد لا من طريقين. وهذا الحديث لا شك أن حديث أبي هريرة قد تفرد به من رواه، فقد رواه عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، وهؤلاء كلهم ثقات ما عدا عبد الرحمن بن حبيب، فإنه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وقد تكلم فيه، فضعفه بعض أهل العلم ووثقه آخرون. ولذلك لما ذكر المحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص هذا الحديث وذكر أن العلة فيه إنما هي في عبد الرحمن بن حبيب، وذكر الاختلاف في توثيقه أو ضعفه، قال: والأقرب أن الحديث حسن، لأن عبد الرحمن بن حبيب ليس في كامل أو في علو درجة الثقة وإنما هو دون. إذن فتحسين الحافظ له معنى يختلف عن تحسين الترمذي، فليس تحسين المتأخرين معناه المعنى الذي كان يستخدمه الترمذي رحمه الله تعالى، فليس معناه الذي رواه من خف ضبطه، وإنما للترمذي يعني مصطلح آخر، وقد اختلف في مصطلح الترمذي. هذا الحديث أو اللفظة الأولى من الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الألفاظ الثلاث جدهن جد، يعني يقع إذا تعمدها، وهزلهن جد، وهي النكاح والطلاق والرجعة. أريد أن أتكلم عن مسألة عندنا في القصد للعقود، ومن العقود النكاح والطلاق والرجعة. القصد للعقود نوعان: إما أن يكون قصد الفعل، والنوع الثاني قصد الحكم. مثال ذلك: لو أن امرأ قصد أن يتزوج امرأة
فقصده إنشاء العقد هذا قصد فعل، قصد إنشاء العقد هذا قصد الفعل. يقابله من ليس قاصدا للفعل هو النائم المجنون لأنه لا نية له، المكره لأنه لا نية له، من كان دون سن البلوغ لأنه لا نية له، كل من لا نية له أو أتى عارض لفقد نيته كالإكراه والبلوغ والغضب الشديد واستغلاق الذهن كالجنون ونحوه، فهذا لا نية له، إذن ليست له نية للفعل وهو إنشاء العقد وإن تكلم به. النوع الثاني وهو ما يسمى بنية أو بقصد النتيجة، نتيجة الفعل وهي الحكم، نتيجة الحكم. فأحيانا الشخص قد يتلفظ باللفظ يريد اللفظ لكن لا يريد نتيجته، والذي يكون غير قاصد للفظ للنتيجة هو الهازل. فالهازل عندما يتلفظ بالشيء يريده ولكنه لا يريد نتيجته، يريد الفعل ولكن لا يريد الحكم المترتب عليه. إذن الهازل اختل عنده قصد النتيجة والحكم ووجد في حقه قصد الفعل. كل العقود المالية يشترط لها قصد الفعل وقصد النتيجة، وأما عقود الزواج فلخطورتها الثلاثة، النكاح والطلاق والرجعة، فلخطورة هذه العقود الثلاثة فإنه يكتفى فيها بقصد الفعل ولا ننظر لقصد النتيجة. فلو أن هازلا تكلم مع زوجه من باب الضحك واللعب فقال أنت طالق، فنقول وقع طلاقه، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهم جماهير أهل العلم مذاهب الأربعة. وكذلك لو ولي امرأة كان يمزح مع رجل آخر وتلفظ بالإجابة في عقد النكاح فإنه يقع بالشرط الذي يليه، هو قضية أن تكون هناك موالاة بين الإجابة والقبول وغير ذلك من الأمور ذكرناها قبل. إذن هذا الحديث نص على أن الهزل في النكاح والطلاق والرجعة يثبتها، وهذا كثير، أكثر ما يقع الرجعة قد تكون فيها أكثر والطلاق يكون أكثر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم ذهب الأربعة جميعا. نعم خالف بعض أهل العلم المتقدمين وانتصر لقولهم الشوكاني، فالشوكاني كان يضعف هذا الحديث، عرفنا العلة تضعيف الشوكاني وهو عبد الرحمن بن حبيب، وبنى على تضعيفه لهذا الحديث أنه يقول نلحق عقد النكاح والطلاق بغيره من العقود المالية، فنقول إن هذه العقود لا تنعقد إلا لمن قصد الفعل ونتيجته وهذا ملحق به، ولكن هذا الحديث صريح ونص ولا يعني يصح إلحاق غيره به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب، وسنده ضعيف. نعم هذا اللفظان أو هذا الروايتين أوردها المصنف لأن فيها زيادة العتق، وقد ذكر بعض أهل العلم وهو أيوب بن صالح المعافري من علماء المغرب المتوفى سنة 332 أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن العتق لا يقع، أن العتق يقع من كان ممن كان هازلا في لفظه، قال وروي العتق ولا يصح منه شيء. الرواية الأولى التي أوردها المصنف عند ابن عدي وحكم عليها بالضعف قال الطلاق والعتاق والنكاح بدلا من الرجعة، وهذه الرواية أعلت بأن فيها غالب ابن عبيد الله العقيلي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كيحيى بن معين والدارقطني وغيره، فقد ذكر الدارقطني أنه متروك وذكر يحيى بن معين أنه ليس بشيء، وتفرده بهذه اللفظة مضعفة. اللفظ الثاني عند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة، وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى المشهورة جدا أن عبد الله بن لهيعة ضعيف والكلام فيه مشهور، والعلة الثانية أن عبيد الله بن أبي جعفر روايته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه منقطعة، لأن بين وفاة عبادة وميلاد عبيد الله بن أبي جعفر 26 سنة، فلا يمكن أن يكون قد سمع منه، بل ربما بينهم رجلان أو أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه
يعني إمكان السماع غير متصور فيه. قال لا يجوز، نعم قال رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث، أي الهزل فيها، الطلاق والنكاح والعتاق. قال فمن قالهن فقد وجبنا، أي وجبت هذه الأمور الثلاث. قال وسنده ضعيف. هذا الحديث استدل به الفقهاء في مشهور المذهب على أن العتق إذا تلفظ به الرجل من باب الهزل فإنه يقع، واستدلوا بهذه الألفاظ على ضعفها. ومما يستدل به هذا الحديث أيضا استدل به على أن الهازل يقع طلاقه إذا كان بلفظ صريح ولا يحتاج إلى نية، من غير نية، أي نية، لما يقول ولا يحتاج إلى نية أي ولا يحتاج إلى نية النتيجة والحكم. وقد حكي الاتفاق على ذلك، وإن كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أن فيه خلافا انتصر له يعني الشوكاني، ولكن حكي اتفاق قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أي ما كان من باب حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الموضع ليبين لنا أن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به، وهذا هو الأصل، لا بد من التلفظ بالطلاق ولو كان معلقا. كيف يكون معلق؟ كما يقول الرجل لامرأته: هي طالق إن أعطيتني هذا الثوب، فأعطته الثوب فتطلق، فتطلق بتلفظه هو السابق لا بالإعطاء، وإنما هو سبب، فجعل الطلاق مثبتا عند السبب. وبذلك يتبين لنا أن كثيرا من الناس ربما يحدث نفسه من غير أن يتلفظ، فحينئذ نقول إنه لا يقع الطلاق به مطلقا، بل لا بد من التلفظ. والمراد بالتكلم هنا لا بد أن يكون الكلام بحرف وصوت، أي أن يسمع المرء نفسه، فإن لم يسمع نفسه فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع الطلاق. وهنا مسألة قد تعجبون منها لكنها تقع كثيرا، فإن بعض الناس قد يبتليه الله عز وجل بالوسواس لدرجة أنه يظن أنه قد طلق امرأته في اليوم أكثر من مرة بسبب ما تحدثه نفسه به. فأحيانا إذا علم هذا المسألة وأنه لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ، فمن كثرة ما يحدث نفسه به يقول: أحيانا سوف أتكلم بالطلاق لكي أريح نفسي. مثل هذا إذا بلغ به الوسواس إلى هذه الدرجة فإنك لا تطبق عليه قواعد أهل العلم إذا بدأ يقول: أنا أتكلم لأريح نفسي، بل نقول له: لا يقع طلاقك حتى تذهب إلى المحكمة، فمهما تلفظت ومهما حدثت به نفسك لا يقع. مثل ما قلنا حينما تذكرون في حديث ابن عباس لمن نضح الماء على فرجه أي على ثوبه، قال: ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، يعفى عنه. فكذلك هذا الرجل. ولذلك عندنا قاعدة في الشرع أنه كلما اشتد الأمر ازداد سعة، وكلما كان المرء يعني يظن بنفسه الشدة خفف الله عز وجل عنه. فنحن عندما نتكلم أن العبرة بالتلفظ هذا في الأسوياء من الناس، وأما من اشتد وسواسه واشتد حاله لدرجة أنه يتلفظ ليريح نفسه كما سمعت من بعضهم، فنقول لهذا الرجل في هذه الحالة الشديدة نقول: لا يقع طلاقك إلا أن تذهب للقاضي فتتلفظ عنده. يعني هذه يعني تجعلنا نجر لمسألة أن بعضا من الدول العربية لا توقع الطلاق إلا أن يكون عند القاضي. لا شك أن هذا غير صحيح، بل إن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، لا بد أن يتلفظ الزوج به. وأما المحاكم المدنية التي تحكم يعني بغير شريعة الشريعة فإنهم يقول لا بد من اجتماع الإرادتين الزوج والزوجة، وهذا خطير جدا. لا، فإن الطلاق من العقود ذات الإرادة المنفردة التي ينفرد الزوج بإنشائها وإبرامها، بينما ولا يشترط فيها أن تكون عند قاض ولا حاكم، وإنما يبرئها في الوقت الذي يريده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو من الأحاديث الكلية. قال إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث
يعني ذكر المصنف أنه رواه ابن ماجه والحاكم وقد تكلم في هذا الحديث، وعلى الكلام في هذا الحديث فإنه قد احتج به أهل العلم جميعا، ولا شك أن هذا الحديث متفق على العمل به في الجملة، وإن كان في بعض الجزئيات لا ينظر للإكراه ولا ينظر للخطأ ولا للنسيان، فإنه تترتب عليه بعض الأحكام مثل قتل الخطأ ومثل قضية النسيان يوجب سجود السهو في بعض المسائل. وجه ضعف تضعيف أبي حاتم لهذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن نظر لهذا الإسناد على هذه الهيئة فإنه يحكم بصحته، ولذلك لم يضعف إلا بعلة فيه. وقد ذكر ابن عبد الهادي لما أورد هذا الإسناد قال ورواته صادقون، لا شك أنهم أئمة عطاء والأوزاعي وقبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه، قال لكنه قد أعل وسأورد العلة بعد قليل. وابن رجب لما أورد هذا الحديث قال هذا الحديث إسناده صحيح في ظاهره، ولكن ورواته كلهم ثقات محتج بهم ولكن له علة. وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا، أن أهل العلم رحمه الله تعالى وخاصة المتقدمين منهم ونادر في المتأخرين علمهم بعلل الحديث وعلمهم بخفايا إسناده وعلمهم في القوادح فيه الشيء العظيم جدا. ولذلك إذا رأيت أهل العلم المتقدمين وخاصة منهم هؤلاء الأئمة الكبار كأحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين والأئمة الكبار هؤلاء وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كثير وعلي بن المديني، إذا رأيت هؤلاء الأئمة المتقدمين قد أجمعوا أو اتفق كلمتهم أو كلمة أغلبهم على تصحيح حديث أو تضعيفه فلا تجاوز كلامهم، فإنهم أعلم بالعلل من غيرهم. وهذا الحديث كما ذكرت لكم ظاهره الصحة ولكن له علة. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة أوردها أبو حاتم، فقد نقل عنه ابنه في العلل أنه قال إن الأوزاعي لم يسمع من عطاء هذا الحديث، وإنما سمعه من رجل آخر ولكنه لم يسمه. قال وأظن أن هذا الرجل الآخر اسمه عبد الله بن عامر أو أن اسمه إسماعيل بن مسلم، يعني حدسا أو يعني ما أدري قصده في قوله أظن. إذن هذه العلة أن هناك سقطا في هذا الإسناد، ولذلك فإن أبا حاتم وافقه غيره من الأئمة في تضعيف هذا الحديث، فقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال ليس يروى فيه شيء إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصح أسانيده ما جاء عن الحسن مرسلا، وقد تكلم في طريق حديث الحسن. إذن هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأحمد وغيرهم، وإعلال هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به، بل إنه بإجماع أهل العلم يعمل به في الجملة، تدل عليه أحاديث أخرى ومعان عظيمة في الشريعة. هذا الحديث فيه من الفقه أمور. الأمر الأول أن من تلفظ بلفظ الطلاق خطأ فإنه لا يقع طلاقه، فلو أراد رجل لامرأته أن يقول أخرجي فقال أنت طالق مثلا، فحينئذ نقول أنت مخطئ أو ناسي. وكذلك إذا أكره على الطلاق بنوعي الإكراه، الإكراه الملجئ أو غير الملجئ، لأن الإكراه الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا والاختيار، والإكراه غير الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا دون الاختيار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه يتعلق بتحريم الرجل لامرأته، والتحريم نوعا، انظر معي، التحريم هو أن يقول هذا الشيء حرام علي. التحريم أحيانا قد يكون للأعيان وأحيانا يكون للأبضاع، فأما تحريم الأعيان كأن يقول الرجل حرام علي هذا الماء، حرام علي هذه السيارة، حرام علي هذا الطعام، حرام عليه هذا البيت الدخول إليه. فإذا حرم الأعيان على نفسه ففيها كفارة الأيماء، ففيها كفارة يمين بلا إشكال، لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه بأن لما حرم على نفسه العسل
بأن كفر كفارة اليمين. إذن من وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة حفصة وعائشة رضي الله عنه المعروفة. إذن هذا النوع الأول وهو تحريم الأعيان. النوع الثاني من التحريم هو تحريم الأبضاع، بأن يقول الرجل عن امرأته هي عليه حرام، فإذا قال هي عليه حرام فما حكم ذلك؟ هذه المسألة من أشكل المسائل وأكثرها خلافا، حتى نقل فيها أكثر من أظن 14 أو 15 قول عن السلف فقط، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط، عن أولئك خلاف طويل جدا، ذكر ذلك ابن حزم وذكر ذلك ابن القيم وكثيرون ذكروا هذا الخلاف. إذن الخلاف في هذه المسألة طويل، يعني إذا قال الرجل لامرأته هي عليه حرام ما حكم ذلك؟ أهو طلاق أم ظهار أم يمين أم يختلف باختلاف النية واختلاف حال المرأة؟ يعني خلاف طويل جدا وصل إلى 13 قولا أو أكثر. وعلى العموم يهمنا من ذلك قولا. القول الأول مشهور المذهب أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام فإنه ظهار ولو نوى به الطلاق، هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وإن كنتم تتذكرون إلا في صورة واحدة، إذا تلفظ بما يريد. كيف؟ تذكرون هذه المسألة؟ إذا قال الرجل لزوجته هي عليه حرام وأنوي به الطلاق، حينئذ يكون طلاقا، وإلا الأصل أنه ظهار. طيب لماذا؟ لأن عندهم الطلاق أعلى من الظهار، ذكر ذلك الموفق، قال فنلحقه بالحكم الأدنى وهو الظهار ولا نلحقه بالأعلى وهو المنع من المرأة. إذن تحريم الرجل لامرأته على مشهور مذهب هو ظهار ولو نوى به الطلاق. دليلهم حديث الباب، فإن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين فهو ليس بشيء، فليس بشيء. قولهم ليس بشيء على المذهب معناها ليس بطلاق، ليس بطلاق، ليس بشيء أي ليس بتطليق. طيب قالوا فيبقى عندنا أنها ظهار، لاحتمال أن تكون ظهارا، ولذلك أوجب عليه كفار وأوجب عليه الكفارة، فقال فهو يمين يكفرها، فهو يمين يكفرها أي معنى ذلك. قالوا ولأنه شبيه بالظهار لأن فيه إخبارا بزور، فالظهار منكر من القول وزور، ليس إنشاء وإنما إخبار. لما قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه فهو إخبار بمنكر من القول وزور، فمثله لو قال هي عليه حرام، فشبهه بالظهار قوي. الرواية الثانية في المذهب وهي يعني التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، أن قول الرجل لامرأته هي عليه حرام يختلف الحال، فإن نوى بها الطلاق فتكون طلاقا، فتكون من كنايات الطلاق إن والطلاق، وأما إن لم ينوي الطلاق ليست له نية مطلقا. وهذا هو غالب الناس، غالب الناس يقول عليه الحرام أو يقول زوجه عليه حرام، وإن لم ينوي شيئا فهي يمين، وهل فيها كفارة أم لا؟ هذه مبنية على أن من يعني أتى بالمحرم هل عليه كفارة أم لا، والذي مشى عليه الشيخ تقي الدين أن عليه الكفارة، يعني باليمين المحرمة كالحلف بغير الله وغيرها. واستدل بالرواية الثانية عند مسلم أنه قال فهو يمين يكفرها، قال فهو صريح بأنها يمين وفيها الكفارة. بقي عندنا قول ابن عباس رضي الله عنه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي في قصة التحريم، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل التي جاءت في أول قصة أو في سورة التحريم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عثت بعظيم الحق بأهلك، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عثت بعظيم أي الله عز وجل الحقي بأهلك. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء مسألة، وهي أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، طبعا هي بهمز وصل هي، لكن في الأول الكلام تكون ظاهرة، أن هذه اللفظ هي صيغة من صيغ الطلاق، ولكن هذه الصيغة إنما يقع بها واحدة،
صيغة من صيغ الطلاق، ولكن يقع بها واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطلق أكثر من واحدة عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك تعرفون أنه على مشهور المذهب أن كنايات الطلاق نوعان، ظاهرة وخفية. فالكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحدة، والكنايات الخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر من ذلك. وعدوا إلحقي بأهلك أنها من الكنايات الخفية، ووجه استدلالهم قالوا فهي كناية في الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهي خفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بها واحدة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق أكثر من واحدة، فدل على أن الأصل فيها أنها واحدة فهي من الكنايات الخفية. والتفريق بين الكنايات الخفية والظاهرة كان أحمد رحمه الله تعالى يتورع عن الفتوى بها ولا يتكلم بها، وإنما أخذها أصحابه من النصوص التي وردت عامة. ولذلك فإن الرواية الثانية في المذهب أن جميع الألفاظ الكنائية بلا استثناء لا يقع بها إلا واحدة، ولا يقع شيء من الألفاظ الكنائية ولا يقع بشيء من الألفاظ الكنائية أكثر من واحدة. طبعا من الألفاظ الظاهرة الكنائية الظاهرة البتة، فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة كما مر معنا في قصة ركانة، ثلاث إلا أن ينوي. وأما على الرواية الثانية فكل الكنايات واحدة إن نوى طبعا صاحبها بها الطلاق. من مسائل هذا الباب ذكر الشيخ موسى في الإقناع أن هذا الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه قد منع من إمساك امرأة كرهت نكاحه. فإذا كرهت امرأة نكاح رجل يجوز له أن يمسكها ما لم يكن فيه ضرر فيندب له طلاقها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يسرح كل امرأة كرهت نكاحه، قال هذا من خصائصه. وقد مر معنا أن أكثر باب فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو باب النكاح، ولذا يذكرون خصائصه في أول كتاب النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. نعم، هذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف، وهو حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردها المصنف في أنه لا يصح النكاح قبل النكاح، لا يصح الطلاق قبل النكاح. الحديث الأول حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد النكاح، أي قبله لا يصح، ولا عتق إلا بعد الملك. مسألة طبعا الأحاديث في هذا الباب، بعض أهل العلم كيحيى بن معين ضعف كل أحاديث الباب، فقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، فضعف حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو شعيب وكل أحاديث الباب التي وردت، ومثله البخاري ومثله أحمد، لكن البخاري وأحمد صححا من هذه الأحاديث حديث عمرو بن شعيب الأخير. وقد نقل المصنف أن البخاري قال إنه أصح شيء في الباب، نقل عن حديث عمرو بن شعيب. ونقل حرب الكرماني في مسائله التي طبعت عن إمام أحمد أنه صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هنا، فأحمد حكم بصحة حديث عمرو بن شعيب وهو كذلك. إذن العلل التي ذكر المصنف في حديث جابر وحديث المسور متعلقة بإسناد المتن، وأما بإسناد الحديث، وأما متنه فقد ورد فيه حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح كما قال أحمد وقال البخاري هو أصح ما في الباب. هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، بمعنى أنه علق الطلاق قبل وجود النكاح، مثل بعض الرجال تعرض أمه عليه زوجة معينة قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم يدور
الزمان ثم يأخذ هذه المرأة بعينها، فهل تطلق من حين عقده النكاح؟ لأن إن تزوجها طلقت طلقة واحدة وتبين بها، لأن غير المدخول بها تبين مباشرة من حين الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وهو المذهب اختيار الشيخ تقي وغيره أنها لا تطلق، لا تطلق، وفي رواية في المذهب أنها تطلق لكنها رواية ضعيفة، والأصل في أنها لا تطلق لأجل هذا الحديث. أما من حيث المعنى فعندهم يقولون إن قول هذا الرجل، هل الشرط هنا منع انعقاد السبب أو منع ترتب الحكم عليه؟ ذكر الزركشي أن السبب في الخلاف في هذه المسألة، هل الشرط الذي أورده المصنف منع انعقاد السبب وهو سبب الطلاق، أم أنه منع ترتب الحكم عليه؟ قال فمن نظر المعنى الأول وهو أنه منع انعقاد السبب أوقع الطلاق لوجود السبب، ومن نظر للثاني وهو منع ترتيب الحكم عليه فإنه حينئذ منع من صحة الطلاق حين ذاك. وهذه مسألة متعلقة في قضية تقدم الحكم على سببه وشرطه، فبعضهم يقولون إذا تقدم الحكم على أحد سببيه فهل يصح أم لا، وبعضهم يقول لا، ما يصح أن تعلقها بالسببين، وإنما تعلقها فتقول إذا تقدم على سببه دون شرطه، فأحد السببين يكون شرطا وبعضهم يكون سببا. وهذه مسألة دقيقة وتكلم عنها بالرجل في تقرير القواعد كما لا يخفى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن الطلاق إنما يصح من ممن يملكه، وأن الصغير حتى يبلغ لا يملك الطلاق. وقد اختلفت الرواية في المميز، هل يصح طلاقه إذا صح وطؤه أم لا، يعني إذا بلغ 10 سنين هل يصح طلاقه أم لا، على روايتين. فمن صحح طلاق المميز استدل بعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فما دام قد عرف الطلاق، عرف الوطء، فإنه يكون داخلا في هذا المعنى، فصححه طلاقه بشرط أن يكون عارفا ما معنى الطلاق والفرقة. وأما مشهور مذهب فإن غير البالغ ولو كان مميزا لا يصح طلاقه مطلقا، وهذا معنى قوله وعن الصغير حتى يكبر، النائم واضح. قال: وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. المراد بالمجنون هو من فقد عقله بغير إرادة منه، وأما من فقد عقله بإرادة منه فإنه لا يلحق بالمجنون، وله صورتان. الصورة الأولى من شرب مسكرا بطريق محرم، لأن من شرب مسكرا بطريق مباح فإنه يلحق بالمجنون لأنه ليس بإرادة منه. وصورة الطريق المباح أن يشرب عصيرا فإذا بالعصير قد أسكر، وهذا موجود. وأنا دائما أمثل بقصة أحد مشايخنا درسنا قديما، سمعنا أنه توفي الآن، يذكر قل قبل 70 سنة لما كنت أدرس في الأزهر ومصري، يقول دخل علينا شيخ في ذلك الزمان عمره 80 أو 90 سنة، يعني ربما الشيخ الذي حدث له القصة الآن ميت من أكثر من 70 سنة. يقول دخل علينا الفصل وهو يعني سكران، يقول وكان بعض الطلبة يعرفون السكر ويعرف، فأخذوا الشيخ قال نريدك يا شيخ، فأخذوه لكي لا يعرف الباقون وأعطوه قهوة، يقول القهوة تصحي. فلما صح قالوا يا شيخ الشارب، قال أبدا، أنا كل يوم لما أخرج إلى الأزهر أخذ أمر على صاحب عصير قصب وأخذ من عنده عصير قصب، هذا الشيء الوحيد الذي شربته من الصباح، فيبدو أن هذا القصب بايت من أمس فأسكر صاحبنا هذا الشيخ الجليل، فذلك يسمى سكر بطريق مباح لم يتعمد الإثم فيه، فهذا حكم المجنون. النوع الثاني السكر بطريق محرم هو أن يتعمد الشرب، فلا شك أنه على المذهب مؤاخذ بطلاقه، مؤاخذ بطلاقه، هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها العمل عندنا في القضاء،
أن السكران إذا كان سكره بطريق محرم فطلق، وهو لا يفقه ما يقول، يعني سكر شديد ليس في مبادئ سكره، فإنه لا يقع طلاقه. وهذا دليلهم عموم أنه ملحق بالمجنون، فقالوا إنه بمثابة المجنون، فالسكر لمن عفوا فالطلاق معتبر لمن عقله، وأما من لم يعقله ولم يعرف معناه فلا يقع طلاقه. هذا النوع الأول ممن استثني من مجنون على مشهور مذهب. النوع الثاني قالوا من ذهب عقله بشربه البنج وما في معناه. عندنا ما يذهب العقل نوعان، نوع يذهب العقل بطرب وهذا يسمى مسكرا وحده 80، وعندنا نوع ثاني يذهب العقل بلا طرب وهو البنج والمخدر وغيره، وهذا ليس حده حد المسكر وإنما يكون تعزير حده التعزير فقط. الفرق الثاني بينهما أن الخمر لا يجوز شربها مطلقا حتى للتداوي، بينما ما كان من البنج وغيره فإنه يجوز شربه للتداوي. الحشيشة ملحقة بالخمر وليست ملحقة بالبنج وإن كانت جامدة، على التحقيق ومشى عليه صاحب الإقناع بالذات، لأن ذكر رأي الشيخ تقي الدين وسكت عنه ما اعترض. إذن فالحشيشة ملحقة بالخمر. من شرب البنج أو ما في معنى البنج مما يغيب العقل وتلفظ بالطلاق، فإن كان شربه لها بطريق محرم فحينئذ نقول إنه قد وقع طلاقه على مشهور المذهب. وأما إن كان بطريق مباح كأن يكون أخطأ في دواء، بعض الأدوية تسبب هلوسة لصاحبها وتغييبا للعقل، أخطأ بدلا من أن يأخذ دواء أخذ دواء آخر أو زاد في الجرعة، فهذا بطريق مباح فلا يعتبر بلفظه فيلحق بالمجنون. وأما على الرواية الثانية فإن كلا الصورتين سواء تناوله بطريق محرم أو مباح فإنه لا يؤاخذ، لأن العبرة بالقصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، أي في إغلاق العقل سواء كان بجنون أو بغضب أو كان بغير ذلك. هذه المسألة الثانية التي أخذناها من هذا الحديث. المسألة الثالثة أن قوله عن المجنون مشهور المذهب أخذوا منه أن الغضبان يقع طلاقه، قالوا لأنه لم يأتي حديث في استثنائه، فالغضبان يقع طلاقه إلا في حالة واحدة أجمع أهل العلم على عدم وقوع طلاق الغضبان، وهو إذا اشتد غضبه حتى صار كالمجنون، فإن بعض الناس إذا اشتد غضبه يكون كالمجنون لا يعرف من أمامه، بل ربما فعل أمورا ندم عليها بعد أقل الأحوال، بل ربما تكلم بكلام لا يدري ما قاله، لا يدري ما الذي قاله. هذا بإجماع أهل العلم يقع لا يقع طلاقه، يعني بعد انتهاء الغضب يقال له قلت كذا، قال لا لم أقله، نقول هذا حكم المجنون. الحالة الثانية من الغضب يقع بإجماع، وهو الغضب في مبادئه الذي يفقه ما يقول ويقدر على منع ألفاظه، فهذا يقع بإجماع. بقيت عندنا صورة ثالثة من الغضب وسط بين الحالتين، وهو غضب يعرف ما يقول لكن لا يستطيع أن يتحكم به كمال التحكم، وهذا تعرفه متى؟ إذا كان الرجل أحيانا في هذا حال الغضب تخرج منها ألفاظ لا يقولها في حال عدم غضبه. بعض الناس ربما يسب ويشتم ويأتي بألفاظ لسانه عفيف عنها في أحواله العادية، ولكن في حال هذا الغضب يشتد عليه هذا الأمر، فهذا هو محل الخلاف. فمشهور المذهب أنه يقع طلاقه لأنه يعلم ويفقه ما يقول. والرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني ألف فيها ابن القيم رسالة كاملة سماها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، أنه لا يقع طلاقه حين ذاك. فإذا عرف أن المرء قد تكلم بكلام قد خرج عن إرادته وعن عادته وعن لغته التي يعتادها، فحينئذ نقول لم يقع طلاقه على الرواية الثانية، والفتوى على الرواية الثانية. لكن هذه الفتوى فيها خطيرة جدا يجب أن ننتبه، فإن التفريق بين أنواع الطلاق الثلاث ليس لأي أحد، فكثير من الناس يظن تقليدا، طبعا أقول تقليدا لعدم فهم المسألة، لمن قال بالرواية الثانية بأن الطلاق في الغضب لا يقع، فحينما يقول له رجل طلقت امرأتي في غضب قال لا يقع. لا يوجد غالبا الرجل يطلق امرأته وهو في حالة غير غضب، لابد أن يكون فيه غضب ولو في مبادئه، ولكن لابد أن يسأل عن نوع الغضب ويعرف حاله، فإن كان من الدرجة الأولى بإجماع لم يقع، وإن كان من الدرجة الثانية
فيعرف فيه الخلاف، والثالثة بإجماع يقع. ولذلك فالفتوى في مسائل الطلاق ليست بالسهلة، وتدافع الفتوى في مسائل الطلاق وعدم الإفتاء بها قديم. فقد ذكر ابن أبي خيثمة في التاريخ الذي طبعت بعض أجزائه أن فقهاء المدينة كانوا إذا سئلوا في مسائل الطلاق امتنعوا من الإجابة وأحالوها على سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في عهد التابعين. إذن هؤلاء مع كبار الصحابة، مع وجود ربما صغار الصحابة ووجود كبار التابعين، ومع ذلك يمتنعون من الفتوى في الطلاق ويخصون الفتوى فيها برجل بعينه وهو سعيد بن المسيب، يدلنا على خطورة هذا الباب. وقد ذكر بعض أهل العلم ليس أن الاحتياط في هذا الباب مشكل، فإن بعض أهل العلم يقول الاحتياط في هذا الباب بإيقاع الطلاق، وبعضهم يقول الاحتياط في هذا الباب بعدم إيقاع الطلاق. لأنك إذا قلت إن الاحتياط إيقاع الطلاق فأنت حرمتها على الرجل، نعم باعتبار زوجها الاحتياط له. الثانون قالوا الاحتياط عدم إيقاع الطلاق لأنك إن حرمتها على الأول فقد أبحتها لثاني. قالوا والأولى الاستمساك خير من نقل العقد لغيرها. إذن فقضية الاحتياط حتى في باب الطلاق مشكل، فلا تقول احتاط وأوقع الطلاق. ولذلك الفقهاء لما أرادوا احتاط في بعض المسائل قالوا يحتاط بأن يوقع طلقة مستيقنة. مرت علينا تذكرونها؟ طلق أن يوقع طلقة مستيقنة. مثل ماذا؟ قالوا في بعض الألفاظ إذا شك الزوج هل طلق زوجته أم لا، فيستحب له أن يأتي بطلقة مستيقنة. ما يقول أنت طالق، لو قال أنت طالق وقعت الثانية والأولى بقيت على شكها هل أوقعها أم لا، قالوا يأتي بلفظ فيقول أنت طالق إن لم تقع الطلقة الأولى التي طلقتك وشككت فيها في وجودها أو في تحقق الشرط فيها، أنت طالق إن لم تقع، فتكون طلقة واحدة إما بالشك الأول أو بالطلقة الثانية. إذا مسألة الطلاق والاحتياط فيها مسألة ليس بالهين، وهو من دقيق المسائل ومشكله، ولذلك يجب على المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفتي فيه. وخاصة الآن من قديم حتى من عهد الشيخ باز جاءنا تعميم في وقت الشيخ باز لجميع أمة المساجد ممنوع الفتوى في الطلاق، ولما جاء الشيخ عبد العزيز أيضا بعده جاءنا تعميم ثاني ممنوع الطلاق، ممنوع الفتوى في مسائل الطلاق، لا يفتي فيها إلا المفتي فقط. فما دام الشخص يعني مكفي هذا الباب فالحمد لله عز وجل، وهناك محاكم شرعية، ولكن المرء يتعلمه فقد يبتلى بتدريس أو يبتلى بقضاء، وما عدا ذلك فهو مكفي عندها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.